بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال: وأما النصارى القائلون بالتثليث، النصارى القائلون بالتثليث، رب العالمين سبحانه وتعالى المسيح عيسى عليه السلام ومريم عليها السلام، يعني التثليث عند النصارى يقولون بالتثليث، وقد كفرهم الله، الذين قالوا بالتثليث كفرهم الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، فهم كفروا بالتثليث، نعوذ بالله، يعني قالوا بالتثليث وقالوا باللاهوت والناسوت، اللاهوت الله والناسوت المسيح، وقالوا بالأقانيم الثلاثة التي الله التي هي الله والمسيح ومريم. وانظروا إلى عقيدة النصارى، النصارى من أغبى خلق الله جل وعلا، عندهم غباء عجيب، كيف يكون ربا من دخل في البطن وخرج من الفرج؟ كيف يكون ربا؟ كيف يكون ربا من يأكل الطعام ويبول ويتغوط؟ الله جل وعلا أخبر أن المسيح عليه السلام يعني وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، هو يأكل الطعام وأمه تأكل الطعام، فلا يصلح أن يكون إلها، ولا تصلح أمه أن تكون أيضا يعني إلها. قال رحمه الله: وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض. قال: بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأبي والابن وروح القدس إله واحد. ولهذا تراهم في خرافاتهم باسم الأب والابن وروح القدس، وروح القدس، ويعني النصارى يعني رد عليهم شيخ الإسلام في كتابه العظيم الذي سماه الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح، سبحان الله. وهكذا الإمام ابن القيم في كتابه الذي سماه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، وفي إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ذكر أشياء رحمه الله تعالى، وقد لخص في إغاثة اللهفان عقيدة النصارى والتثليث. قال: وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد من الحلول، أن الله حل في المخلوق، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم، الأقانيم أو بالأقنوم، يعني ذكر. قال: والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص، وتارة بالصفات، وتارة بالأشخاص، وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام
وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. هذا بالنسبة للنصارى، لكن هؤلاء شركاء، جعلوهم شركاء لرب العالمين سبحانه وتعالى، والله جل وعلا واحد لا شريك له، فهو خالق وما سواه مخلوق، وهو إله وما سواه مألوه، يعني يعبد رب العالمين. قال: والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين. هل يسمى رب العالمين بالصانع؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يثبت، والأسماء توقيفية. وهل يخبر به عن الله؟ نعم، لأن باب الإخبار واسع، باب الإخبار واسع، والله جل وعلا قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء، فقال صنع الله، أي المراد به الخلق، الخلق لله جل وعلا. قال: والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل، وزعم أنه يتلقى عن السمع، سمع أي أدلة القرآن والسنة. الجهم كم بقي يبحث عن إله؟ كم؟ يعني أكثر من 40 يوما ما يصلي، ما يعرف، سبحان الله. أولئك منهم من يبدأ يتعرف على الرب بالنظر أو بقصد النظر أو بالشك أو ما أشبه ذلك، سبحان الله، تاهوا. ووفق الله المسلمين للفطرة السوية المستقيمة، فطرتهم تدل على ذلك، وهذا شيء يجدونه ولا بد في نفوسهم، وإذا قرأوا القرآن ازدادوا نورا إلى نور وإيمانا إلى إيمانهم. والمراد أن يتلقى من السمع، أي من القرآن، القرآن وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع. انظروا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فصل. قد بان لكل ذي عقل أن الشيطان تلاعب بهذه الأمة الضالة كل التلاعب، ودعاهم فأجابوه، واستخفهم فأطاعوه، يعني النصارى. قال: فتلاعب بهم في شأن المعبود سبحانه، وتلاعب بهم في أمر المسيح، وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته، وتلاعب بهم في تصوير الصور في الكنائس وعبادتها، فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو عن صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرس وغيرهم من القديسين عندهم والشهداء، وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله. ساق أشياء وأشياء رحمه الله تعالى. وهؤلاء يعني عندهم عقائد باطلة. وهنا قصيدة للإمام ابن القيم، قال: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله، يعني بصنع قوم الذين هم اليهود، وهل أرضاه ما نالوه منه، فبشراهم إذا نالوا رضاه،
وإن سخط الذي فعلوه فيه. فقوتهم إذن أهوت أو أوهت قواه، وهل بقي الوجود بلا إله بعد أن قتل كما تزعمون أنتم؟ يعني هم يزعمون ذلك، ولهذا الصليب علامة الصلب. سميع يستجيب لمن دعاه، وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد شمرت يداه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق مشدودا قفاه؟ وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه؟ وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث صفا وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، يعني الحمل هو يتغذى من الحيض، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه. ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. أعباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه؟ وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن نعاه؟ إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه، فذاك المركب الملعون حقا فدسه لا تبسه إذا تراه. يعني لا تقبله البوس تقبيل، هذا يعني كلمة فارسية عربت. يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه، فإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه. وقد فقد الصليب فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه، فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه. فيا عبد المسيح أفق، فهذا بدايته وهذا منتهاه. ما أجملها من قصيدة. نعم، يرد عليهم يعني كيف يكون إلها وربا وقد صلب، يمكن نفسه لأعداء يصلبونه، وقد سمرت يداه وألقي الشوك على رأسه وضمته الأرض وأكل الطعام وخرج وعاش في بطن أم تسعة أشهر، وصار يأكل يتغذى من حيض أمه ويخرج من فرجها. كيف يكون هذا؟ كيف يكون ربا؟ كيف يكون إلها؟ سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون،
وهو ممتنع ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضع. الآن قال الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو في إله مع الإله، قال الله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال الله: وإلهكم إله واحد. لو فيه إلهان هذا ممتنع، لفسدت السماوات والأرض. هذا يأمر بالخلق وهذا ينهى عن الخلق، هذا يأمر بالحركة وذاك يأمر بالسكون، هذا يأمر بالغنى وذاك يأمر بالفقر. إذن هذا هو التمانع. نعم، ويقولون التمانع يعني يستدل للتمانع بقول الله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لحصل الفساد. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. الآن إذا قال عالم من علماء الجرح والتعديل: فلان أوثق الناس، أثبت الناس، أحفظ الناس، إليه المنتهى في التثبت، فهذه أرفع وأعلى عبارات التعديل. طيب، ماذا قال العلماء في الإمام البخاري رحمه الله؟ ماذا قالوا فيه؟ قالوا: جبل الحفظ. يعني هذه عبارة كبرى، قالوا: هو جبل الحفظ. وقالوا: بازل. قالوا: بازل. تقريب ننظر العبارة في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهكذا ترى أن يقال: هو إمام، هو إمام في الحديث. هذه هي أرفع عبارات التعديل. قال: ثم تأكد، ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، أو صفتين، مثلا ثقة ثقة، ثبت ثبت، حافظ حافظ، ثقة حافظ، ثقة ثبت، عدل ضابط، وهكذا. طيب، هنا في ترجمة محمد بن إسماعيل البخاري قالوا: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. جبل الحفظ. أيضا أذكر أنهم قيلت بازل، وبعض العبارات قالها بعض أئمة الجرح والتعديل رحمهم الله تعالى. الشافعي رحمه الله وصف بالمجدد، هذه أرفع، وصف بالمجدد لدين الله جل وعلا. قال رحمه الله: أو عدل ضابط أو نحو ذلك. وأدناهما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. هذه العبارة استخدمها علماء الجرح والتعديل كشيخ. قال: ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. تذكرون مر معنا في اختصار علوم الحديث رتبها الحافظ ابن كثير
رحمه الله مراتب التعديل. تختصر علوم الحديث مراتب التعديل. قال رحمه الله: وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. يعني هنا المعدل والمجرح لا بد أن يكون عارفا وعالما بأسباب الجرح أو بأسباب التعديل، أيضا يكون عنده معرفة بذلك. قال: ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. وهنالك فرق بين الشهادة وبين الرواية. هنا ابن كثير رحمه الله تعالى قال، يعني ذكر هنا أعلى عبارات في التعديل والتجريح، أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. قال ابن كثير: قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقف عليها. من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة، ولكنه لطيف العبارة في التجريح، فليعلم ذلك. قال ابن معين: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، كان من المتشددين. قال ابن أبي حاتم: إذا قيل الصدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. وساق أشياء طيبة مباركة رحمه الله تعالى. طيب، إلى هنا، بارك الله فيك.